صباح خير. هذه الصراصير الآن في المدرسة بشكل عجيب، تجمع غير طبيعي، مش معقولة. يلا صباح خير، هذا أول يوم دوام. انقر، هذه أصلحنا وأصلح الملك لله، كذلك الجدار شيء لا يعقل. من وين جايين ذولي؟ هذا الصراصير من فين جاية؟ شوف الجدران، مش معقولة. مش معقولة، الجدران كلها مغطاة بالصراصير. ليش العلم ما ندري.